حرقت قعدت 10 سنين مع وليد الكباري في إيطاليا. وعلاش رجعت؟ أروح وباي إكسبرسي. ما قعدت عام قداش حرقت؟ 2007. كي كانت وقتها؟ آه. مثلا هاو قال قداش حرقت في العام هذاك؟ حرقت 2007. قداش؟ 4 ملايين نتاع قبل تو يولوا 20 مليون نتاع السنة. مضمونه وامور مريحه. ما مضمونه لا حد شيء، مقمر بروحك، يا تموت يا تحيا. شقف في 240 انسان، فاما شكون يمشي مع الحرا؟ انا عندي اصحاب وعندهم 10 سنين، عاملين مليارات تو، لبس عليهم في ابن سينا. الحرام لعل ربي بعدني عليه، ولا وش بيك من كيف تنصف الكباري؟ اخر حكايه اللي سمعتها المره الاخرى. قلت له اخي لهنا بالفيزا. كي نجي من الكاف يلزمني نجي الكباري بالوزاره وعندي فاميلتي لهنا. وبلادك في اي شبر من تراب الجمهوريه عندك فيها؟ هما يمكن يحسبوا لغه قبل. واحنا في الكباريه، طبعا الكباريه هي حي من الاحياء الشعبيه المعروفين. اعز حي في العالم. اعز حي في العالم هي الكباريه المرشي. وانا راني كافي من الكاف ونعيش لهنا. صدقيني. قداش عندك؟ ها؟ قداش عندك؟ عندي برشا. حرقت قعدت 10 سنين مع وليد الكباري في ايطاليا. وعلاش رجعت؟ أروح وباي إكسبرسي. ما قعدت. عام قداش حرقت؟ 2007. كي كانت وقتها؟ ها؟ مثلا هاو قال لك. على خاطر نبيع في الغبر. كي كانت وقتها الحرقتكم ما زالت سهلة، ماهيش كيما توا معناتها بالشكل الكبير هذا، يعني قبل سهلة في البحر وإلا خارج البحر سهلة، التحضير لها سهلة تجيك ديما سهلة. حتى توا سهلة. حتى توا سهلة. عادي. باهي قداش حرقت في العام هذاك؟ حرقت 2007. قداش؟ 4 ملايين نتاع قبل تو يولوا 20 مليون نتاع السنة. مضمونه وامور مريحه. ما مضمونه لا حد شيء، مقمر بروحك، يا تموت يا تحيا. شقف في 240 انسان. يعني زعما فوز لاباس. الحمد لله. هاني بحذاك. قداش قعدت في ايطاليا؟ 10 سنين. 10 سنين. ها. 10 سنين كانوا سهلين ولا صعاب؟ تنجمي تقول كلهم حبس. سهلين يا سامي. علاش؟ اي ما قعدتش رايد. بالله يضربني مترو ضربه واحده نموت في الكباري. لطفا دونك وعلاش ما كنتش رايح؟ ها؟ نحن ناس كبار زواوله. اخي ماشيين وش نعمل؟ باش نحسنوا في ظروفنا يعطيك الصحه وباش نعيشوا. لا غالب دخلنا في الحرام ما تحسنناش الجمله. لانه غادي معناتها يقول لك انه سامحني في الكلمه معناتها الحرام متوفر اكثر والطريق ليه اسهل بكثير. لا فاما شكون يمشي مع الحرام؟ انا عندي اصحاب. وعندهم 10 سنين عاملين مليارات تو لبس عليهم في ابن سينا. الحرام لعل ربي بعدني عليه. زعما كان جيت يعني ربي يحبني يعني باش نولي ملياردير ومن بعد كاين النار بطبيعتها. خير الامور اوسطها. الحمد لله خلطت على امها حي وبابا حي. اهم حاجه. اذا وانت راهو بيك هل كنت معناتها كي روحت قبلت بالامر الواقع والا ما زلت ما زلت في غيبوبه؟ ما زلت قداش بقيت في غيبوبه يعني ماكش متقبلها لتو؟ لتو لتو ماكش متقبلها. قداش عمرك؟ الحمد لله تو بابا كبر وما كبرت والحمد لله نخدم على روحي عندي رخصه نتاع تبغ في الكيف الحمد لله وكان الحلال تو قدره ربي. سينو اذا توفرت لك فرصه اخرى اذا توفرت لك فرصه اخرى نتاع حرقه تحرق والا سي بون ضيت بالامر الواقع وكذا زيد نحرق يعني ما زالت حلم بالنسبه لي زيد حلمتي غادي. ايش هو الفرق بين غادي وهنا لانه ثم شكون يقول لك غادي مهني. بالعكس ما هي الجنه الناس غالطه في حسابها. لا انا نحبوك تخدمي بالحلال لا تخدمي بالبيت واحد باش يخدم بالحرام مش يمشي الحابس بالحلال عندهم هما زاد مشوا به يجي يقول لك نسب لي لهنا ويستفز فهمتي باش تكلميه يقول لك انا نخدم الحاك قاعد تفهمي ولا وش بيك من كيف تنصف الكباري اخر حكايه اللي سمعتها المره الاخرى. قلت له اخي لهنا بالفيزا كي نجي من الكاف يلزمني نجي الكباري بالفيزا وعندي فاميلتي لهنا. وبلادك في اي شبر من تراب الجمهوريه عندك فيها؟ هما يمكن يحسبوا لغه قبل فهمت تو كيفي جبري ما بورقيبه كانوا يروح بها من قبل صحيح ولا غلط؟ عاد بورقيبه ليه لقاه
من الكيف كنا توانسه طبعا. ما تبارك غنزيدو نسلو. نحب نمشي باش يسرقوا لي المناقل. لحظه في ساعه في ساعه. اذا سامحني عام قداش روحوا؟ 2017 16 جويلية 2017. وبابا اخي بنهار وبابا مرض بكونسير نحولوا الحبال الصوتيه 2017 نهار مروحين بها. صدقيني. اي باهي عموما دونك توا تخدم امورك مريقله مستقر في بلادك. الحمد لله انا لا احنا في الكباريه تلقي وش ماشي حتى بلاد الزواوله لهنا اعز حومه. قداش عمرك سامح؟ عمري 42. 42 دونك ما زلت نجم تحلم وما زال المستقبل لانه واحد على قيد الحياه يحلم حتى لين ربي ياخذ امانته. يحلم وبعد واحد ربي باش يهز حاجته بالطبيعة. باش يحلم يعني باش نعمل مليارات لا معناتها ابسط الحاجات باش نتكيف ونشرب الماء مش الماء الاخر. ما تخممش انك تعرس؟ ما نحبش نعرس. علاش؟ تما واحد يحب يعرس. كررتي فيها مرت خويا العرس. كنت باش نعرس. العرس في بلادنا صعيب ولا والا بلي تنجم اللي يحب في بلادنا بحول الله كان العرس ما نفوتش شهرين تراسيلي ننفق ولا نفقه وسعينا نحاها قيس سعيد. علاش تنفق اذا انت كنت معناتها اخترت بالباهي وتفهمت مع كي تبدا هي تلوج على الجوتشي ولا رماني ودتشي قبل. ما كنتش باش تاخذ الجور هذاك نتاع جوتشي. هذه ما تلقيش ما هو ثلاث ايام لازم تولي تلبس الجوتشي في العناء. علاش ديما المرأة التونسية ظالمينها للدرجة هذه وديما حملوا فيها في مسؤولية الدنيا. ما عندوش فلوس يلزم يموت يمشي على روحه. نعطيك ناس صحيح. فما برشا زين. يا حاصل. وراضيين. فما بنات تصل. باش تكذب عليك. فما ما قليل وانت باش تمشي لوج عليهم. فماش بنت تصل. هذيك المشكلة. نحكيو الكبارية كحي شعبي أكيد معناتها ديما كي نعملوا طلة في بعض الأحياء الشعبية ديما خاصة يتشكاو ويقول لك معناتها من البركاجات معناتها كي سوا حتى من بلايص ما نعرفش يجوه من بلايص أخرين من مثلا ماش أمال انتشار خاصة المخدرات في مختلف البلايص تلقاها أكثر من مواد الاستهلاكية. شنو رأيك وعلاش؟ فهم بالنسبة للكبارية تبلي هذي عالم تشوف فيه عايشين فيه كيما يبداش في غيبوبة قاموا بالسموم هذيك قاموا بالزطلة بالمخدرات بالزرارة باش ينسى مثلا لما تنجم تلوج على خدمة تخدم باش تنسى باش تلقى خدمة ما فماش خدمة 400,000 ولا باش تعمل تو كيف انا نتكيف الزباكوات اللي جاري يومين واربعة قهاوي ابار الماك احسبيها من يعني قداش يجي الشهر اقل شيء 800 مليون كي يبدا واحد معارض يعني عندي خويا ياخذ 20 مليون وهو يجبد في الروش عنده زوج صغار. يعني كي تستهلك تولي هاي ثم فلوس، استهلاك يبداش ما هو بالفلوس. يبدا واحد ديما ناسي هام. قداش بقيت في ايطاليا؟ 10 سنين. حققت احلامك اللي كنت تتمناها في ما حققتهاش الاحلام. علاش؟ جمله. 10 سنين وما حققتهاش. هاني قلت لك على خاطر الاحرام ما يمشيش معايا. ما خليت ما عملت، فكيت، يعني ركيت، عملتهم الكل. شبعت حبس وروحت مريض. حبس باش نحكيو على ظروف الايقاف في انت في ايطاليا قلت اعطينا قداش المره شديت الحبس؟ هاني قلت لك ست شهور في فرنسا وعام في سويسرا ست شهور في سويسرا وعام في فرنسا مارسي وباريس وباقي كل حبس في ايطاليا. يعني سبع سنين نحو منهم عام وست شهور ليبر والباقي هذاكم هما الليبر درنا فيهم نحن شوي في حال صراحة وبعد روحوا بين. نحكيو على الظروف هذه كيفاش يتم التعامل مع معناتها مع المهاجرين العرب والتوانسة خاصة في الحبوسات. هما يقولوا طلاين راسيس لكن طلاين ارحم يعني المعاملات انسانية؟ كل شيء انسانية فهمت غادي ما تلقيش واحد مثلا حتى يبات لبرا يوكلوه ويشربوه ويجيبوا له غطاء وامور واضحه ويلبسوه زاد. يعني في السجون خلينا نحكيو في مراكز الايقاف خاصه ما فماش الممارسات قاعدين يشوفوا فيها اطفال. في اوتيل كنا عباره في اوتيل مش لان قداش 300 بشر في شامبري غادي في ايطاليا شامبري فيها يسموا ياسر ثلاث ولا زوج ولا واحد. اللي انت تشديت معاهم منين؟ ها؟ مع الكل. مع الجبل الاحمر مع الكباريه توينس هاي هلاي توينس ولا البانيز وحدهم والكحالس وحدهم والمغاربه وحدهم والزيري وحدهم اروحوا والمساره خاصه المساره
أسقط من له. بعشرة ورو يخت جي 500 ملايين جنيه. هو. 2017 للأسف اليوم الأسود روحوا بي. كيفاش تقبلت معناتها الترحيل هذايا؟ كيفاش معناتها كيفاش كانت احساسك؟ كيفاش وانت في بلادك؟ نسيت ايطاليا، نسيتها من مخي، وما حبيتش فهمتي بشنو قاعد تحت حيط. بديت نتكت نخدم على روحي، حلال نشري لينتيات مناقل، فهمتي؟ باهي. بعد قداش تقبلت الامر الواقع في بلادك ورضيت انك سي بون راني موجود سايي في تونس بعد ما كنت؟ نحكي لك حكايه، لا مات اش عملوا لي؟ عيطوا لي، ياكو تحتي 1.6 مليون عندها تو 4 شهور، فلوسي، وريتهم الرخصة نتاع الدخان، هذي في وسط البلاد في برشلونة، ها قلت راني، قال لي ليه ممنوعين نظام هي صحتك 1.5 مليون، فلوس وشنية؟ قلت له هاو الكرني شوفني وش جابت، وراني فهمت باش ناخذ الواحد لاباري تاع بابا خاطر ما يتكلمش، بعثوا له ولاد عمتي لاباري ناقصة قطعة. جبت الفلوس هذيك على حسب جيت من الكاف باش نخزين، وبابا يسكن في الياسمينات، كبشوا فيا وماتوا، قالوا لي برجولية خلي 1 مليون وهز 500 برا على روحك، قلت لهم ما نخليش وما نخليهمش هذوما فلوس عليها كي نمشي معاهم الحبس، عادوا لي انا تقبحت فيهم وهزوني الحبس، فهمتي؟ حزوا لي الفلوس، عديت 20 يوم حابس، جاني بابا غادي مرتي، الايامات خذيت عدم سماح الدعوه، مشيت باش نهز الفلوس قالوا لي هو المحجوز استيفاء الدولة. طلعت قابلت كاتب، قال لي يا اخي 1.5 مليون باش تقلقنا، قلت له 1.5 مليون عامل محامية ب1.5 مليون وتعب بابا، فهمت ما يتكلم الساعتين، فهمت؟ راني باش نخسر عليهم حتى 2 ملايين وباش نبقى نتبعها.